مساء الخير. مساء الخير. مبسوط كتير أكون معاكم، بس مبسوط بالمصري مش بالعراقي. في عراقيين هنا؟ حد بيحكي عراقي هنا؟ طيب ربي يبارككم. مبسوط بالمصري طبعا معناها فرحان، يعني أكون في الكنيسة الحلوة الغالية على قلبي. فرحان أكون مع أخواتي الأسيس فليمون، ربي يباركه عشان بيفتح له قلبي، قلبي بيرتاح له كتير. وشكرك لأجل محبتك أسيس فليمون. شكرا للأخ جورج أخت مرثا اللي بيرتبوا لنا التحركات والتنقلات. الرب لي رسالة خاصة لكل قلب فينا النهاردة، إن شاء الله كل منا يقول له تكلم يا رب لأن عبدك سامع. تعالوا نقرأ مع بعض جزء من رسالة روميا أصحاح 3. روميا 3 ابتداء من عدد 21. ممكن نقف نقرأ الكتاب وبعدين اتفضلوا استريحوا. روميا 3 عدد 21. أقلل البيز شوية، بيز قليل، أرفع التريبل حبة. روميا 3 عدد 21 بيقول: أما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودا له من الناموس والأنبياء، بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون، لأنه لفرق إذ الجميع أخطأوا وأعوذهم مجد الله. الآية اللي جاية مهمة جدا، نفسي نقولها مع بعض كلنا: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه من أجل الصفح، لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله. روميا 5 عدد 1. روميا 5 عدد 1: فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح، الذي به أيضا قد صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون ونفتخر على رجاء مجد الله. خلونا احنا واقفين، اسكب قلبك معايا في الصلاة وقول للرب كلمني في هذه الليلة. رب عنده كلام خطير مهم لكل واحد فينا، قول للرب تكلم إلى قلبي، محتاج أسمع صوتك. مات المسيح لأجلك ليعطيك كل البركات. افتح قلبك للمصلوب اللالادي. يمكن شغل قلبك كتير الأمور المادية والزمنية والأرضية، لكن قال الكتاب: الله الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. ما تقلقش، ما تقلقيش، اللي ادالك نفسه على عود الصليب مش هيبخل عليك بكبير أو صغير. يلا كلم الرب معايا مر فضلك، حكي مع الرب، قل له بمحبتك اللي ظهرت على الصليب اظهر ذاتك ليا في هذه الليلة يا رب. هل قد ذبحت من أجلي وذقت أهوال الصليب؟ هل قد ذبحت من أجلي وذقت أهوال الصليب؟ وهل أحنيت رأسك لتحمل عار المذيب؟
وهل أحنيت رأسك لتحمل عار المذيب؟ هل كل هذه الألام، هل كل هذا الاكتئام، هل كل هذه الألام، هل كل هذا الاكتئام، هل كل ذلك الهوان عني أنا هذا العذاب؟ هل كل ذلك الهوان عني أنا هذا العذاب؟ أشكرك من القلب لأجل موتك على الصليب، أشكرك لأنك بتحبني وبتحب كل واحد في الاجتماع النهاردة يا رب. اظهر حبك وصليبك وجروحك لكل واحد موجود، ودي كل نفس وهي خارجة تاخد الهدية العظيمة منك يا رب، صليب المسيح وعمل المسيح. أشكرك لأنك أمرت بالبركة، لك الكرامة وكل الحمد، آمين. تفضلوا أخي من فضلك. مش قادر أسمع عليك الموضوع اللي مشغول به الكتاب في رسالة روميا موضوع خطير لكل واحد يعرف كلمة الله، هو موضوع التبرير. التبرير، يا ترى أحب بس أعرف، هل سمعنا عن التبرير قبل كده؟ ارفع ايدك، سمعت عن التبرير؟ كويس، في عدد كبير لسه هيسمع عنه للادي، وده خبر جميل حلو قوي. التبرير موضوع الكتاب المقدس والمسيحية هو التبرير. يا ترى شو هو التبرير؟ ايه معنى كلمة التبرير؟ تبرير سؤال سأله أيوب زمان من آلاف السنين عندما قال كيف يتبرر الإنسان؟ قولوا معايا السؤال تاني، كيف يتبرر الإنسان؟ السؤال اللي هسأله في الأول، ما هو التبرير؟ ما هو التبرير؟ ما معنى كلمة التبرير؟ التبرير ليس هو البراءة. البعض يفتكر لما أقول كلمة تبرير معناه هو البراءة، لا، البراءة شيء والتبرير شيء آخر. البراءة عندما تكون مذنب تدخل إلى المحكمة يحكم عليك بالبراءة. يعني إيه البراءة؟ يعني مش هنعاقبك، يعني مش هنصدر عليك حكم بالسجن. يبقى أنت أخذت براءة، خدت براءة من حكم المذنوبية اللي مفروض عليك. لكن أسألك سؤال، هل لأنك أخذت حكم البراءة من المحكمة معناها يؤهلك أنك تذهب لكي تعمل في وزارة الخارجية؟ رد عليا، هل حكم المحكمة أنك خدت براءة من القضية اللي أنت فيها تؤهلك انك تروح تشتغل سفير للملك او الملكة؟ طبعا لا، طبعا لا. البراءة تطلعك من السجن لكن ما تدخلك قصر الملك. اوكي، اتفقنا؟ اقول تاني عشان اوضح اساسيات الموضوع، البراءة تخرجك من السجن لكن لا تدخلك القصر لكي تكون سفيرا في القصر. كل البشرية مذنبة، كل البشرية مذنبة، يلا قولوا معايا، الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. كلنا نحتاج إلى الغفران، كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه. الغفران معناها أن ربنا يسامحني على الذنوب بتاعتي،
ربنا يسامحني على الذنوب بتاعتي. سأقولك على حاجة، لو ربنا اداني الغفران فقط، هسأل سؤال صعب، هل ممكن الغفران فقط يدخلني السماء أم لا؟ أقول لك لا، الغفران ما يودينيش جهنم لكن ما يدخلنيش السماء. صعب الكلام ده وأنا عارف. الغفران ما يدخلنيش جهنم لكن ما يودينيش السماء. زي ما قلت من شوية، البراءة طلعني من السجن لكنها ما تدخلنيش القصر. الغفران ربنا يقول لي انت مذنب، هسامحك على الذنوب بتاعتك، لكن علشان ادخل السماء، علشان اسكن في حضرة ربنا، انا محتاج الى التبرير. ايه هو التبرير احبائي؟ التبرير هو ان الله يعطيني كماله، أن يعطيني جماله، أن يعطيني صلاحه. التبرير هو أن ربنا يديني ثياب، اسمه ثياب البر، ثياب البر. إذن لو عايز أعرف، أنا عارف الموضوع صعب شوية بس هتتحملوا وتستحملوا معايا. إذن ما هي كلمة التبرير إخوة الأحباء؟ التبرير هو أن الله يجعل المذنب بارا. التبرير هو أن الله يجعل المذنب بارا. والسؤال، كيف يمكن أن نجعل المذنب بارا؟ إزاي تخلي واحد مذنب تجعله بار؟ يعني إيه بار؟ يعني بار مش بس ما عملش خطية لكن ينظر إليها الله إنه كامل، إنه بار، إنه بلا لوم، إنه بلا عيب. هذه مشكلة البشرية اللي أنا بحكي فيه النهاردة، دي مشكلة البشرية كلها أحباء الغاليين الأفاضل. بس خلي بالك، في واحد أراد أن يبرر نفسه سقط في الامتحان. حد فكر معايا الناموسي، ممكن تطلع لي لقى 10 من فضلك لو تتعب، لقى 10 عدد 29، لما المسيح اتقابل مع الانسان الناموسي وقال له ماذا اعمل لارث الحياة الابدية، والمسيح قال له ايه اللي موجود في الناموس عندك؟ قال له تحب قريبك، تحب ربنا. وبعدين قال له السؤال، مين هو قريبي؟ حد فاكر القصة بتاعت السمير الصالح؟ اسمعوا عدد مهم جدا، يقول الكتاب، أما هو لوقا عشرة عدد 29 من فضلك، طلع العدد بالضبط. لوقا 10، عفوا متأسف، عدد 29 بالضبط. انت شككتني في قوايا، تطلعت مرقص، ما يجراش حاجة لو مش موجود حتى هات لنا متى ينفع. لوقا، انا شككتني في قوايا، انا عارف انها لوقا 10 29 يعني. يقول الكتاب، اما هو فاذا اراد ان يبرر نفسه، الرجل الناموسي أراد أن يبرر نفسه، شكرا، أما هو فإذا أراد أن يبرر نفسه قال ليسوع ومن هو قريبي. إذن هناك واحد بيحاول أن هو يبرر نفسه، ما بينجحش. ويبقى السؤال، كيف أتبرر؟ مذنب؟ نعم مذنب. هل يوجد حد في الكنيسة النهاردة غير مذنب قدام الله؟ ارفع ايدك كده، شوف انت مين كده، اتصور جنبك وانزل نزل على الفيسبوك، يعني بدي اشوف واحد مش مذنب. يلا قولوا معايا، كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد الى طريقه. كيف يتبرر المذنب؟
يعني تخيلوا معايا قبل ما اخش لسه في سياق الكلام في الكتاب، تخيلوا معايا واحد قدامكم هنا مذنب محكوم عليه بالاعدام، كيف هذا المذنب نقدر نقول له انت انسان بار؟ كيف كيف؟ ولو في واحد عمل هالشغلة نقول عليه انت راجل ما عندك ذمة ولا ضمير يا اخي. كيف تجعل هذا المذنب المجرم كيف تقول عليه ان هو بار؟ قال واحد تعبير فلسفي يعني مش هركز عليه كتير، الله جعل غير البار بارا بطريقة بارة. حد لقطها؟ هقولها تاني، اتعبوا اتعبوا ركزوا معايا شوية الليلة دي. ها؟ الله جعل غير البار بارا لكنه ها بطريقة بارة. يعني بطريقة بارة بالصح ولا بالخطأ؟ ها؟ كيف بقى ربنا عملها؟ كيف ربنا خلى المذنب ها رد عليا بار، بس خلى المذنب بار ها بطريقة بارة، يعني بطريقة ها صحيحة. يلا عدوا معايا أربع أشياء راح أتكلم فيهم بسرعة. أول حاجة ثمن التبرير، اثنين كيف أنال التبرير، ثلاثة إعلان التبرير، أربعة نتائج التبرير. الوعظة خلصت خلاص. يلا حد يفكرني أربع حاجات راح أتكلم فيهم بسرعة. واحد ثمن التبرير أو أساس التبرير، اثنين نوال التبرير كيف أخذ هذا التبرير، ثلاثة إعلان التبرير، أربعة بركات التبرير أو نتائج التبرير. أول شيء يلا أول حاجة بسرعة ها مين؟ أشكركم. ثمن التبرير ممكن رومية 3:24 تاني لا نقف قدامه شوية النهاردة أحبائي. كيف أتبرر؟ كيف أنا المذنب يا رب؟ كيف تخليني بار؟ كيف يا رب؟ استحالة استحالة واحد محكوم عليه بالحكم الإعدام الحبل المشنقة على رقبته كيف يبقى بار؟ إخوتي الأحباء بصوا معايا الآية الجميلة، اقروها معايا تاني عشان هنشوف فيها النهاردة ثمن التبرير. قولوا معايا متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. كيف المسيح قدر يبرر المذنب اللي زي وزيك؟ جه ببساطة على عود الصليب وقال لله الديان العادل وعدالة السماء أنا هاخد مكان المذنب دوت، أنا هاخد مكان المجرم دوت، هاخد الذنوب ألبسها على رأسي، هاخد الجريمة بتاعته ألبسها أنا. طب وبعدين؟ قال أنا رايح أعطيه البر بتاعي. عشان أوضح اللي أنا بقوله دوت عايز واحد فولنتير يمثل معايا، حد عنده استعداد بس يكون لابس جاكت، حد يكون لابس جاكت زي حالاتي يجي يمثل معي. عندك استعداد؟ حد يكون لابس جاكت؟ أخي جورج تيجي تمثل معي؟ تفضل تعالى تفضل تفضل تعالى أخي جورج. أنا بقى هشرح لكم ببساطة جديدة بقى كيف تم التبرير بيني وبين المسيح يسوع. هفترض أخي جورج لأنه كويس هنديله دور المسيح يسوع، موافقين معايا ولا مش موافقين؟ موافقين. وأنا لأن راجل مش كويس فناخد دور الإنسان الخاطئ. خد بالك معايا كيف المجرم اللي زي حالاتي ها يبرر؟ ماذا فعل المسيح عندما جاء على عود الصليب؟ ها خد ذنوبي علشان يعطيني ها بره. قولوا تاني يا احبائي ماذا فعل؟ ها اخد ذنوبي عشان يديني بره. شوفوا ايه اللي عمله المسيح احبائي. قال لي اخلع
قال لي اخلع ذنوبك هتعرف. ده التبرير، خلعني ذنوبي. ها وعمل ايه يا حبايبي؟ ها لبسها هو، خلي بالك فيها المحفظه. وماذا فعل المسيح؟ يلا كملوا معي. ها يلا لا البس، تقدر تلبس الجاكيت بتاعي ان شاء الله هيجي على قدك يعني. ماذا فعل المسيح على الصليب؟ ها اخذ ثياب القذارة، ثياب الخطية بتاعتي، وعمل فيها ايه المسيح؟ ها لبسها واعطاني ها رداء البر. هذا هو التبرير. المسيح اخذ، قولوا معايا، ها خطاياي واعطاني ها بر، اخذ الذي لنا واعطانا الذي له. هذا هو التبرير. انا ليه جبت الاخ جورج عشان نمثل مع بعض؟ عشان تفتكروا. أخذ الثياب القذرة، من يقول معايا؟ من يقول معايا الآية؟ وهو مجروح ها؟ لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا، تأديب ها؟ سلمنا عليه، وبحبره شفينا. ممكن تطلع لي كورنثوس الثانية 5:21، خلي بالك الشاهد مظبوط المرة دي. كورنثوس الثانية 5:21، هذا هو التبرير، هذا هو التبرير. المسيح لبس ذنوبي، الرب وضع عليه اسمه جميعنا. المسيح لبس خطاياي عشان يلبسني بره. شوفوا الآية كورنثوس الثانية 5:21 بتقول، لأنه جعل الذي لم يعرف، ايوه ها خطيه. اشكرك اخويا، ربي يباركك. اقروا معي من فضلكم، لانه جعل الذي لم يعرف خطيه، جعلوا ايه ها خطيه لاجلنا. مين يكمل معايا؟ ها لنصير نحن بر الله. بر الله بمعنى ان المسيح عندما مات على الصليب لبس ديوني، لبس خطيتي، لبس نجاستي، ولبسني ها؟ ممكن نقول الآية مرة أخيرة، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية، المسيح يسوع جعله خطية لأجلنا، لنصير نحن بر الله فيه. كيف تم التبرير؟ جاء المسيح على عود الصليب، شال ذنوبي، شال خطيتي. يلا كمل معايا، ها مش سامع؟ واداني ها بره، اداني جماله، اداني كماله. سؤال، كان ينفع اعمل القصه ديت لوحدي باعمالي؟ ردوا عليا اه ولا لا. كان ينفع اعمل القصه ديت بالمصاري بتاعتي، بمجهودي؟ ينفع؟ ما ينفعش. يا من تريد ان تتبرر باعمالك، ما بتنفع، ما بينفع يبررك الا الرب يسوع المسيح. شكرا اخ جورج، ربي يباركك. شكر شكر، ربي يباركك. مره ثانيه احبائي اقول، ايه هو ثمن التبرير؟ خطية لأجلنا، لنصير نحن بر الله فيه. ويجي السؤال المهم، نفسي أنال التبرير، نفسي أنال التبرير، بس فرق كبير حبيبي اسمع أختي، إنك تبرر روحك، وفي فرق إن المسيح هو الذي يبررك. كيف أنال التبرير؟ أروح لرومية 4 من فضلك، وأشوف عدد 4 وعدد 5. كيف أنال هذا التبرير؟ البشرية كلها اللي احنا قاعدين فيها، المسيحية وغير المسيحية،
بس لما أقول كلمة المسيحية أقصد بها الناس المسيحيين اللي بعيدين عن كلمة الله، بيحاولوا ياخدوا التبرير بأعمالهم، بيحاولوا ياخدوا التبرير بمجهودهم. الرسول بولس بيقول لهم ما ينفعش. القصة اللي أنا قصدت أجيب فيها الأخ جورج ونمثل فيها مع بعض، ما كان ينفع أعملها بأعمالي، ما كان ينفع أعملها بالمصاري بتاعتي، ما كان ينفع أعملها لما أطعم الفقراء. تطعم الفقير ربنا يرد لك 100 ضعف، لكن لا يبررك. السؤال صراحة، هل أعمالي الصالحة من نفسي تبررني أم لا أمام الله؟ الإجابة لا. طب أخلي الرسول بولس هو اللي يجاوب أحبائي؟ اقروا معايا رمية 4:4، أما الذي يعمل فلا تحسب له الأجرة على سبيل نعمة بل على سبيل دين. يعني إيه؟ يعني واحد عايز يروح لربنا ويقول له يا رب أنا راح أدفع مصاري بالكنيسة، أنا راح أصوم، أنا راح أعطي الفقراء، ها؟ يلا بقى يا رب بررني من فضلك. ربنا بيقول له حبيبي اللي أنت بتعمله دوت، أنت بتديني، بتقول لي أنت مديون لي يا رب أنك أنت تبررني، وأنا مش بدي التبرير دين لكن بعطيه مجانا بالنعمة. ما ينفعش. أنا ما بعطي التبرير بالعمل. أمال كيف تعطي التبرير يا رب؟ العدد اللي بعديه من فضلك، اقرأوا من فضلك عدد 5. يلا، أما الذي لا يعمل. خلي بالكم معايا، احنا مش بنحكي الليلة عن الأعمال التي تأتي ثمر الإيمان. أنا مش بحكي الليلة دي عن الأعمال الصالحة اللي تخرج منك بعد أن يدخل المسيح قلبك ويسكن في حياتك، لابد أن تخرج منك أعمال صالحة. أنا بحكي النهاردة عن قصة كيف أأخذ التبرير. يلا اقروا معايا بقى الآية دي، بتقول لنا كيف أنال التبرير. أما الذي لا يعمل، يعني كلمة لا يعمل، يعني يأتي إلى المسيح ويقول له بررني، لكن ليس في استحقاق أعمالي، لكن باستحقاق نعمتك التي ظهرت على عود الصليب. اقروا معايا من فضلكم، أما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر، كملوا معي، فإيمانه يحسب له برا. والمسيح حكى قصة جميلة تؤكد ان الاعمال بتاعتي ما تبررني. احبائي اتعبك، نروح على لقى 18 حكى المسيح قصة وقال، يمكن عدد 9 لو انا هيسعفني العدد دوت، هتلاقيها وانت بتدور في الكتاب. 2 صعد الهيكل ليصليا. ايه المناسبة اللي المسيح حكى؟ ايوه شكرا، هي القصة دي بالظبط. ايه المناسبة اللي حكى المسيح فيها القصة دي؟ حكاها لقوم قال عنهم الكتاب واثقين بانفسهم انهم ابرار. يعني ايه ابرار؟ انا كويس الحمد لله، انا طيب، انا باكل فقراء، انا ما بعمل خطا، انا ما قتلت، انا ما زنيت، انا كويس، انا باجي الكنيس، انا صالح، انا من عيله مسيحيه، اسال عني في سوريا والعراق وفلسطين والاردن وكولامبور، اسال عني في كل حته، انا انسان كويس. حبيبي اقول لك على حاجه، ربنا مش بيدي التبرير بعمايلك. ريح روحك قبل ما تروح الأبدية وتيجي تخبط على باب الأبدية وتقول لهم أنا جاي أخش عندكم، يقولك أنت تبررت؟ أي تبررت؟ لأني كنت صالح وبأكل الفقراء وعندي. يقولولك أسفين أسفين، إحنا ما حد عندنا بيخش ببر مين؟ ها؟ ببر نفسه. المسيح حكى المثل دوت لناس بيقولوا إن هم أبرار بأنفسهم. 2 صعد الهيكل، ها؟ ليصلي. 1 فريسي، يعني حافظ كل الناموس، تمام، مدقق، انسان مية مية،
بس ما خدش بر المسيح للأسف. والتاني عشار الفريس يوقف يصلي يقول لربنا أشكرك لأني لست قبلها مثل باقي الناس أصوم مرتين في الأسبوع أحسن منكم أنت كلكم، وأعمل إيه كمان أعشر كل ما اقتني، يعني إذا معايا 10 كرونة بطلع كرونة، إذا جبت 10 خبزات بطلع خبز ربنا، أنا أعشر كل ما اقتني وأحسن من الناس كلها. ولست مثل الشعر اللي هناك ده بتاع المخدرات الوحش النجس، أنا أحسن منه. عنده بر، بس بيسمي الكتاب بر إيه؟ بر أنفسهم بر ذاتي. يلا إيه رأيكم؟ ربنا قال له انت ممتاز، 10/10 تاخد البر. ها؟ صح ولا خطأ؟ ولا اخد حاجة ولا خد شيء، ده مسكين، ده راح جهنم ببر نفسه ببر ذاته. لكن في واحد تاني بقى العشار، واما العشار خاطئ وحش عمل ايه حبايب؟ حد يقرأ معي؟ ها؟ وقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عينيه إلى السماء، بل ها؟ قال على صدره اللهم أرحمني أنا الخاطئ، يا رب أنا قذر أنا خاطئ. بس أنت يلا افتكر مع التمثيلية اللي عملتها من شوية، أنت على الصليب ها؟ مين يقول معايا ها؟ شلت ذنوبي عشان تلبسني برك. انت على الصليب شلت خطاياي، مجروح لاجل معصينا، مسحوق لاجل اثمنا. انت على الصليب مت بدالي، اعمل معروف النهارده ارحمني، خد ذنوبي ولبسني برك يا رب. اسمعوا النتيجه الحلوه اللي قالها المسيح، يلا اقروا معي احبائي. اقول لكم ان هذا نزل إلى بيته، كمل معي، مبررا دون ذاك، لأن كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع. يجي السؤال مرة تاني، كيف أنال التبرير؟ بالأعمال أم بالإيمان؟ بالإيمان. أما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فإيمانه يحسب له برا. لحسن حد برضو يسيء الظن في كلامي، هل معنى كلام اللي بقوله الليلادي إن الواحد يآمن بالمسيح وما يعمل حاجة كويسة بعد كده؟ ردوا على حسن، يكون حد فهمني غلط يعني، هل ده معنى كلامي؟ لا يا حبايبي، أنا بحكي على بداية الطريق وليس على مسيرة الطريق. بداية الطريق لكي تنال التبرير من المسيح، تعال بالإيمان مش بأعمالك. قل له يلا على عود الصليب، شلت الثياب القذرة وخطيتي الكتيرة، أؤمن بيك الليلادي انك تعمل في قلبي تغيير وتاخد ثياب القذرة وتلبسني برك النهاردة. نفسي اخرج من الكنيسة وانا برنم النهاردة، البسني ثياب الخلاص وكساني رداء البر. كم واحد يقول امين؟ اذا انا جاوبت على سؤالين دلوقتي، فاضل لي سؤالين. السؤال الاولاني، ما هو ثمن التبرير؟ الاجابة صليب المسيح. متبررين، حد حفظ الآيات؟ احفظوا الآيات أحسن من وعظتي كلها. متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. كيف أخذ التبرير؟ حد فاكر؟ بالإيمان، بالثقة. لما أأتي إلى المسيح فنزل إلى بيته مبررا. ثلاثة، إعلان التبرير. إعلان التبرير، خد بالك معايا، لما تاخد التبرير ولما تاخد التبرير لابد أن الحكم بتاع المحكمة ينادى به. لما يكون عندك قضية لا سمح الله تروح قاعة المحكمة، لابد أن القاضي ينطق بالحكم.
الحكم اللي ينطق به القاضي إخوة الأعزاء في آخر الجلسة، يقول القاضي حكمت المحكمة، لازم القاضي ينطق الحكم، لازم القاضي ينطق الحكم، حكمت المحكمة على فلان الفلاني بالبراءة تماما أو بالغرامة. إعلان التبرير، الله اللي بيبرر بينطق الحكم بتاع التبرير لكل واحد فينا. فين إعلان التبرير؟ رمية 4:25 من فضلك. اسمعوا معايا هذا الإعلان الجميل. لما تؤمن بالمسيح يسوع، الله أعلن التبرير بتاعنا. فين التبرير الله أعلنه أحبائي؟ اسمع معايا رمية 4 آخر آية في 25. شكرا أخي العزيز، الرب يباركك. ممكن تقروا معي هذه الآية الحلوة؟ الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. قول معايا تاني، الذي أسلم. ها؟ يعني أسلم يعني مات على عود الصليب. أسلم من أجل خطايانا ثم ها؟ أقيم لأجل تبريرنا. اللي أكد لي أن المسيح يسوع بررني، اللي أكد لي أن المسيح يسوع تمم تبريري، حمل خطيتي وأعطاني بره. عندما قام المسيح من الأموات، عندما قام المسيح من الأموات، مش عارف بالمحاكم عندكم بالسويد نفس الطريقة زي مصر وسوريا والبلاد بتاعتنا والعراق وكده. أنا لما بيكون عندي قضية، المحامي بياخد الأوراق بتاعتي يدخل بيها عند القاضي، وأنا بنتظر في الخارج. محامي يدخل عند القاضي، يتناقش مع القاضي، يترافع أمام القاضي، يطلب براءتي، يطلب العفو عني، ثم يخرج المحامي عشان يعلن ها البراءة والحكم. المسيح نيابة عني ونيابة عنك دخل في العذاب، دخل في الموت. المسيح علق على عود الصليب، وفي 6 ساعات تعذب، وفي 3 ساعات تألم من يد العدالة السماوية ومات ودفن، وفي اليوم الثالث ها قام. لماذا قام المسيح؟ ليعلن تبريرنا. أقول لكم سؤال افتراضي، أحتاج إجابة حضراتكم. ما رأيكم؟ المسيح مات، تعذب، اتألم، مات، اتدفن، ولم يقوم من الأموات. افتراض 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 طبعا افتراض. هل ممكن احنا النهاردة نقول ان احنا خدنا الخلاص والتبرير يا حبايبي؟ استحالة. ان لم يقم المسيح من الأموات انتم بعد فيه خطاياكم، لكن المسيح قام من الأموات ليعلن التبرير بتاعنا. أسلم لأجل خطايانا وأقيم لأجل إيه؟ تبريرنا. يا بختيك يا بختيكي يا بختيك اللي خدت حكم المحكمة في إيديك. في ناس في وسط المسيحية بتفتخر بتبريرها. أسألك سؤال، جبت منين الحكم اللي معاك؟ كتبته لروحك انت ومضيته؟ يعني انت دخلت المكتب عندك، مسكت ورقة، كتبت لروحك انا راجل كويس، انا راجل صالح، انا راجل بتاع الكنيسة، انا بصوم، انا طيب، انا مبرر. الحكم ده صادق ولا مزيف؟ مزيف. لكن الحكم الصادق هو اللي يدهولك الله بدم الرب يسوع المسيح، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. انا فاضل نقطه واحده اخلص كلامي خلاص، بس عايز اطمن عليك، عايز اطمن عليك. اخذت حكم التبرير؟ اخذت حكم التبرير؟ انا عارف ان دماغنا مشغولة ونحب نسمع الوعظات قوي قوي،
ربنا يأكلنا، ربنا يشربنا، ربنا يشفينا، ربنا يدينا إقامة بالسويد، ربنا يجوز الولاد، ربنا يدينا سيارة وطيارة وعبارة وبعدين نروح جهنم. في النهاردة أنا مشغول، رغم أن أنا بقالي 30 سنة خادم بخدم الرب، وبعرف الناس بتحب تسمع عن إيه على فكرة. يعني لما وعظ وعظة، ربنا هيشفينا، ربنا هيأكلنا، ربنا هيدينا انتصار على الإرهاب والعذاب الناس تقولك واو مية مية. طب هتروح جهنم في الآخر يا حبيبي؟ يعني أسأل مثلا بتوع سوريا، أحسن تروح جهنم من سوريا ولا تروح جهنم من السويد؟ لا أنا بكلم بجد، صدقوني إن شاء الله تكونوا فاهمين أنا بسأل إزاي. يعني طب بتفهموا اللهجة المصرية مش كده؟ الحمد لله. طب أسأل بتوع مصر، حد من مصر هنا قاعد؟ اتنين، اتنين ونص، ثلاثة، أربعة، دايما قليلين احنا في كل حتة، معنا احنا 90 مليون. يعني طب بسأل بتوع مصر، بتوع مصر يعني ايوه منورين بتوع مصر طبعا، ايوه اوعى وسع من السكه. طيب اسال بتوع مصر، تحب تروح جهنم من مصر احسن ولا تروح جهنم من السويد احسن؟ من السويد اقرب، ها اقرب على القطب الشمالي يعني. رب يحميكم جميعا، انا بحبكم وانا عارف كلكم ان شاء الله بنعمه رب تروحوا السماء، تقولوا امين. عشان كده انا بتكلم على اهم شيء النهاردة، اهم من الاقامة في السويد وفي مصر والشرق الاوسط. هتنتهي حياتي بعد شوية، لكن نفسي وانا طالع على الابدية يكون معايا حكم. ها سمعني صوتك، حكم الايه؟ تبرير، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. يلا فكروني بتات اسئلة عشان اقول السؤال الرابع وخلص كلامي. السؤال الاولاني، تمن التبرير هو، افتكروا القصة اللي عملناها ولا نعيدها تاني؟ يعني ها مسيح على عود الصليب عمل ايه يا حبايبي؟ شال خطيتي. افتكروها، انا قصدتها مسيح عشان تفتكروها، شال ذنوبي، شال خطيتي، شال اسامي، شال نجاستي، وراح ها ملبسني بره، ألبسني ثياب الخلاص. اشكركم، ربنا يبارككم. نمرة اتنين، تمن كيف انال التبرير؟ بالايمان. اما الذي لا يعمل، يعني لا يتكل على أعماله يعني، ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فإيمانه يحسب له برا. ثلاثة، إعلان التبرير، كيف أعلن الله تبريرنا؟ عندما الله يبارككم، عندما قام يسوع المسيح من الأموات. آخر حاجة، أنا عارف أن الموضوع في أسئلة صعبة، أسيس فيليمون موجود، أنا هبقى موجود بعد الخدمة، أهلا وسهلا بأسئلتكم، تعالوا نحكي مع بعض ونكمل الدسكشن في الموضوع. بركات التبرير، نتائج التبرير، يا بختيك لما تاخد التبرير من يسوع المسيح. رومية 5:1 من فضلك، يلا يلا. في 7 بركات للتبرير، ما تتخضوش مش هقولهم، هقول 2 بس وخلص كلامي وانزل من الوعظة. بركتين بس للتبرير، بس الجزء ده تشجعك تقراه في رومية 5، في 7 بركات لكل اللي خد التبرير. اقرأ معايا كده، يلا تفضلوا اقرأ معايا. فإذ قد تبررنا بالأعمال، حد مركز معايا؟ حد مركز معايا؟ فإذ قد تبررنا ها بالإيمان، النتيجة الأولانية للتبرير لنا ها سلام مع الله. أول بركة، أنا أقول بركة تانية واختم كلامي خلاص في نفس الآية ديت. أول بركة تاخديها لما تتبرري بالإيمان، يبقى لك ها لا مش سامع، يبقى لك ايه؟ يا سلام على السلام والسلام بصراحة. يعني سلام لما السلام يملأ قلبك بتاع ربنا. بس امتى يملأ السلام ربنا قلبك؟ لما تاخد التبرير. تخيلوا معايا واحد هنا في الكنيسة، يعني مثلا سمح الله عامل قضية وهربان من البوليس والبوليس بدور عليه، ها يقعد في الكنيسة مطمن يا حبايبي، ها اول ما الباب يتفتح وراه خير، مين اللي دخل؟ اول ما واحد يجي إيه انت عايز مين الان؟ خايف مضطرب. لكن لما يروح المحكمه وياخد حكم البراءه، ها بيقولوا في مصر عندنا ينام ويحط في بطنه بطيخه صيفي، يعني ده مثل مصري، يعني مطمن فرحان. عارف ليه خايف حضرتك؟
عارف ليه قلقان؟ الخطية اللي انت عملتها، الذنب اللي انت عملته بيخليني عايش خايف. الكتاب يقول الشرير يهرب ولا طارد. انام بالليل، واحد قال لي كده، قال لي انا بخاف بالليل وانا نايم كل شوية اقوم اتأكد ان عايش لحسن اموت. قلت له يعني ممكن تموت وانت صاحي، ايه المشكلة يعني؟ قال لي خايف اموت لحسن لو مت وانا نايم ملحقش اتصرف. قلت له يعني انت لو مت وانت صاحي هتعرف تتصرف يا حبيبي؟ طب ايه اللي مخوفك بتموت؟ اتفضل مع السائل من الحكاية يعني مش هيحصل حاجة يعني. قال لي لا، انا لو مت اروح جهنم، ده انا عامل عاملة سودة من 20 سنة. خايف. لكن لما المسيح يقول لك بررتك، غفرت لك، سامحتك، هقول مع المرنم إذن لا شيء من دينونة الآن على الذين هم في المسيح. إذ قد تبررنا بالإيمان، ها الله يبقى أبويا. احنا رنمنا كده مع اخواتنا المرنمين، ربي يبارككم. اصل ابويا هو الهي، هو صنعني وهو بعت ابنه فداني على عود الصليب. يبقى اول بركه، يلا خد البركه عشان نختم. اول بركه تاخدها لما تتبرر يبقى لك، ها، تنام في سلام، بسلامه اضطجع، تعيش في السلام. ولو انتهت حياتي، العمر الطويل ليكم، لو انتهت حياتي، ها، أكون مع المسيح وذاك أفضل جدا. خذ البركة الثانية اللي أختم بها كلامي، يلا كملوا معايا، ها؟ الذي به قد صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون ونفتخر على رجاء البركة الثانية. على حساب التبرير نقدر نخش البيرة النعمة ونعيش في النعمة ونرنم عن النعمة ونقعد نرنم ليل ونهار، لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان ليا نعمة تكفي طول الرحلة من بدايتها. وقال لي تكفيك نعمتي، تقوى أنت يا ابني بالنعمة التي في المسيح يسوع، ومن ملئه نحن جميعا أخذنا. ونعمة قد صار لنا الدخول إلى هذه النعمة التي نحن فيها. تعيش في قصر اسمه قصر النعمة، وتنتهي حياتك بالنعمة، ويقول لك ربنا كل يوم تكفيك نعمتي. أنا خلاص خلصت كلامي. أسأل سؤال قبل ما انزل على المنبر، هل معنى كلامي في الوعظة يتفهم منه أن الأخ ليا بيقول في الكنيسة محدش يعمل أعمال صالحة؟ حد فهم دي الحمد لله بمنزل؟ طب معلش اخر ايه، تيتوس 3 عدد يمكن 5، اسمعوا بقى معايا بيقول ايه. هختم بيها الايه دي، انا كنت اختم الايه اللي فاتت. بيقول لنا ان كل واحد اتبرر واخد التبرير لازم يعمل اعمال صالحه، مش حت لازم، ما عنديش كلمه لازم، لكن هيطلع منه اعمال صالحه. يعمل هات لي عدد 6 كده او يمكن 8 اللي انا اقصده، 7، اي هي 8 صح. بص بقى، بص احسن حد يفهمني غلط، دايما بعد الوعظات بيقولوا الاخ ليا والكنيسة بتقول محدش يعمل اعمال صالحة، انت تقول بس انا امنت بالمسيح وتنام. ما عندناش كلام بيقول كده خالص يا حبايبي، فيش كلام في الانجيل بيقول الكلام ده خالص. الانجيل بيقول لنا اللي تبرر وتخلص وخد المسيح لوحده بيعمل اعمال ايه؟ صالحة. اقروا بقى الاية الاخيرة دي معايا، صادقة هي الكلمة. واريد ان تقرر هذه الامور لكي يهتم الذين امنوا بالله ان يمارسوا، ده اللي امنوا، اللي قبلوا المسيح، اللي تبرروا، ها، يعملوا ايه يا حبايبي؟ ها، أعمالا حسنة، فإن هذه الأمور الحسنة والنافعة لمين؟ قدام الناس. السؤال الأخير، هل خدت التبرير؟ خدت التبرير؟ يلا نقف نصلي كلنا مع بعض. شجعك اسكب قلبك،
يمكن ما قدرش تستوعب 100% من كل الوعظة، لكن أعتقد كلنا استوعبنا إن إحنا محتاجين إلى هدية اسمها التبرير. يلا أصلي معايا وانت واقف، قول للرب أنا مذنب، وانت واقف قول لربنا أنا مذنبة وما ينفع أبرر نفسي يا رب. أبرر نفسي إزاي يا رب؟ أبقى مذنب وأقاوح قدامك وأقولك لا أنا مش مذنب أنا كويس؟ حبيبي القانون الأمريكي بيقول لما تروح المحكمة ويسألك القاضي قول I'm guilty. لما تقول له أنا مذنب القاضي يحاول يحلك المشكلة. أنا مش بقولك ربنا يعني متعسف بيقولك قول مذنب وخلاص. هو في حد في القاعة هنا في الكنيسة مش مذنب إخوانا؟ الخطاة الذين أولهم المذنب يجي معايا عند الصليب بالإيمان النهاردة وقول له يسوع خلعني ثياب القذرة. قولها يا حبيبي معايا، قوليها يا أختي معايا، خلعني ثياب القذرة يا رب ولبسني برك. على عود الصليب سفكت دمك، على عود الصليب شلت ذنوبي. هستسمع اخواتي المرنمين لو ممكن نرنم عدد واحد. انني ربي عارف ذنبي، اغسلني ربي بايه؟ بدم الصليب. تقدر تقولها معايا لو تسمح؟ كل واحد نفسه ياخد التبرير. ارجوكي ما تنهي حياتك وتروح جهنم بورقة مزيفة اسمها بري، أنا كويسة، أنا صالحة، أنا إنسان صالح. اوعى تروح الأبدية بورقة مزيفة. روح الأبدية بورقة قانونية، ورقة دم المسيح. إنني ربي، قول معانا من فضلك، عارف ذنبي. صليها بتوبة. قد تقصيت وتبت عن دربي، اغسلني ربي بدم الصليب. أنت يا من جئت بالفدا العجيب، أصرخ من قلبك، اغسلني ربي بدم الصليب. أنت يا من جئت بالفدا العجيب، أدنو منك الآن يا مصدر أشجعك. صلي معايا صلوة صغيرة قبل ما نكمل ترنيم مع أخواتنا فريق الترنيم المباركين. وانت ساكب قلبك، كنت مقتنع بمذنوبيتك وان كنت مقتنع انك مذنبة، وانا شاعر ان كلنا موجودين قدام صليب المسيح. يسوع مات عشان كل واحد فينا لوحده. وانت واقف عند الصليب بالإيمان، مش بقولك بوهمك، دي حقيقة. قال بولس ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. وانت واقف عند الصليب قول للرب خلعني ثياب القذرة، غيرني ولبسني برك. إن كنت صادق في صلاتك والنهاردة ناوي يحصل في قلبك التبرير دوت، ارفع ايدك وانت بتصلي. ارفع ايدك يلي محتاجة ويلي محتاج لهذا التبرير، يلي محتاج النهاردة الرب يخلعك قذرتك وخطاياك واسمك ويغيرك ويغيرك ويلبسك بره، يلبسك كماله. أشكر رب لأجل كل واحد رفع إيدي، بس أهم من رفعة الإيد إن قلبك بيطلب بثقة.
بإيمان، بإيمان مش بأعمالي، مش لأنني ست كويسة ولا امرأة ولا رجل كويس. أنا أوحش واحد في السويد وفي العالم، الخطاة الذين أولهم أنا. خليك وانت رافع إيدك ديت، صلي معايا الصلوة البسيطة ديت، صليها من قلبك، قول معايا بإيمان، قولوا معايا بإيمان بصوت عالي، بفضلكم صلوا معايا بصوت عالي. يا رب يسوع، أشكرك من قلبي لأنك مت بدالي، جاي عند الصليب بإيمان يا رب، مش متكل على أعمالي، أتكل على يسوع المسيح. خلعني خطيتي، غير قلبي وحياتي، ولبسني برك النهاردة، بر المسيح، كمال المسيح، جمال المسيح. أشكرك لأنك سمعت صلاتي، أشكرك لأنك استجبت طلبتي، والنهاردة ليا سلام معاك. النهاردة أدخل إلى النعمة بالإيمان، فرحان بعطيتك، فرحان بهديتك، فرحان بخلاصك وبرك. أنا في المسيح، أنا متغطي ببر المسيح، أنا متغطي بجمال المسيح. خلي الناس يشوفوا الثياب البيضاء، خلي الناس يشوفوا الأعمال الحسنة، خلي الناس يشوفوا بر المسيح، خلي الناس اللي حواليه يشوفوا الخليقة الجديدة باسم الرب يسوع. أشكرك لأنك استجبتني وبررتني وغطتني بدمك، ليك الكرامة وكل الحمد. آمين.